أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج وتتابعون فيها أصداء واسعة لمقالة علياء الهذلول حول التعذيب في السجون السعودية ومطالب بإطلاق سراح كافة النشطات المعتقلات. باؤنا عن تأجيل محاكمة النشط المعتقل إسراء الغمغام لأجل غير معلوم. ومدن السودان تواصل انتفاضتها والمتظاهرون يكملون شهرهم الأول في شوارع البلاد. وبعد رفض السلطات المصرية زيارة والده المريض، شادي أبو زيد يودع جثمان والده بملابس الحبس الاحتياطي ومغردون التهمة مفيش تهمة. كل هذا وأكثر في هاشتاج فتابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج. ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكاي بي جي مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك باختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها، فشاركونا. والبداية من السعودية، حيث نشرت علياء الهذلول شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة لوجين الهذلول مقالا في جريدة نيويورك تايمز بعنوان أختي معتقلة في سجن سعودي، هل سيظل مايك بومبيو صامتا؟ ذلك بمناسبة زيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي إلى السعودية. وذكر المقال تفاصيل عما تعرضت له لوجين في السجن، إذ قالت لوجين لوالديها أنها حبست انفراديا، وعذبت وضربت وصعقت بالكهرباء. وأضاف المقال أن لوجين نقلت لوالديها أن سعود القحطاني المستشار السابق في الديوان الملكي كان يشرف شخصيا على تعذيبها، وأنه هددها بضع مرات باغتصابها وقتلها، وأنه كان يعذبها طوال ليالي شهر رمضان، حتى أنه تم إجبار لوجين على الإفطار وتناول الطعام في نهار رمضان. وأضافت عندما سألت شقيقتي لوجين الهذلول أحد رجال القحطاني الذين كانوا يقومون بتعذيبها لماذا تأكل في نهار رمضان، رد عليها ما فوقنا ولا الله، ثم تابع ضربها وتعذيبها. وقالت علياء إن والديها وجدوا شقيقتها في حالة سيئة وإنهم شاهدوا أثار كدمات سوداء على ساقيها. أضاف المقال أن وفدا من هيئة حقوق الإنسان في السعودية زار لوجين عقب اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي وبعد انتشار التقارير الحقوقية عما تعرضت له، وأن أعضاء الوفد سمعوا منها كل التفاصيل عن التعذيب الذي تعرضت له، وعندما سألتهم هل ستحموني منهم ردوا عليها كلا لا نستطيع حمايتك. بعد نشر المقال غردت علياء الهذلول شقيقة لوجين الهذلول على حسابها على تويتر قائلة ما كان عندي خيار آخر، ثم أضافت في تغريدة أخرى ما فوقنا ولا الله، في إشارة إلى ما قاله أحد رجال القحطاني للوجين أثناء تعذيبها. وتعليقا على مقال علياء الهذلول، طالب حساب معتقلي الرأي بالإفراج الفوري على جميع الناشطات المعتقلات، كما طلب أهالي المعتقلين جميعا بعدم الصمت على ما يواجه أو يواجهه أبنائهم. وقال حساب معتقلي الرأي بعدما كشفته شقيقة لوجين الهذلول عن فظاعة القمع والتعذيب الوحشي الذي تتعرض له هي والناشطات المعتقلات، والذي أكد ما سبق ونشرته المنظمات الحقوقية، فإننا نطالب السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنهن جميعا، ونحمل تلك السلطات المسؤولية التامة عن سلامة لوجين وبقية المعتقلات. وأضاف الحساب المتخصص في متابعة أخبار المعتقلين السياسيين في المملكة، شقيقة لوجين الهذلول تقول تكلمت بعدما يئست من أن صمتي قد ينجي أختي ويحميها ويرفع حظر السفر عن والدي، وهذه دعوة منا إلى جميع أهالي المعتقلين والمعتقلات، من كان منكم يعرف حقائق عن الانتهاكات التي تعرض لها معتقلكم فلا يصمت، الصمت لا ينفع، تعذيب المعتقلات جريمة. وفي تغريدة أخرى قال الحساب إن اللجان الإلكترونية تطلق وسم تعذيب الحيوانات جريمة من أجل منع رفع وسم تعذيب المعتقلات جريمة كترند، وهي بذلك تثبت مجددا غباء بل وضاعة السلطات السعودية في التعاطي مع المسائل الحقوقية الهامة على حد قوله.
مقال علياء الهذلول أثار الكثير من ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصا مع نشر تفاصيل التعذيب الذي تعرضت له لجين الهذلول. فقد غرد الكاتب الصحفي جمال السلطان قائلا: مؤسف جدا أنك لم تعد تطالع اسم السعودية في الإعلام العالمي إلا مقرونة بعار ملاحقة النشطاء والكتاب أو ذبح الصحفيين وتقطيع جثثهم أو تعذيب المعتقلين أو اغتصاب الناشطات في السجون أو هروب الشباب والفتيات من البلاد. لم تكن المملكة يوما ما في هذا الوضع المزري، من فعل بها ذلك؟ متسائلا ومتعجبا أيضا. كذلك غرد الناشط السعودي عمر بن عبد العزيز قائلا: كل ما ردد كشائعات سابقة أقرته السيدة علياء عبر مقالتها في نيويورك تايمز، لم يقبل البعض تقارير منظمات حقوق الإنسان، ولم يقبلوا تقارير صحفية، ولم يقبلوا تلميحات والدها، فهل ستقنعهم تأكيدات شقيقتها؟ عبد الله العودة غرد هو الآخر قائلا: حسب المقال أحد رجال سعود القحطاني قال للجين: إحنا ما فوقنا ولا الله، أعوذ بالله، اللهم لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. حساب تركي الشلهوب هو الآخر غرد قائلا: قيام علياء الهذلول بكشف ما تعرضت له شقيقتها لجين من انتهاكات بشعة خطوة صحيحة وشجاعة جدا، وهذا ما يجب أن تفعله جميع عائلات المعتقلين. لا تظنوا أن صمتكم عما يتعرض له أبناؤكم سينفعكم، بل سيشجع المجرمين على الاستمرار في تعذيبهم. تحدثوا لا تصمتوا. وعلى الجانب الآخر غرد الإعلامي السعودي منصور الخميس قائلا: نيويورك تايمز تستكتب شقيقة الموقوفة من قبل الأمن بالمملكة لجين الهذلول، استكتاب جمال خاشقجي ومحمد علي الحوثي وأخيرا علياء الهذلول، دليل على أن الجهة التي تستهدف المملكة وتستخدم هذه الصحيفة واحدة، وأن الصحيفة لا مانع لديها ببيع مساحة للكتابة في هذه الصحيفة طالما المال هو المقابل. عفيفة حداد غردت الأخرى قائلة: ولي عهد السعودية العظمى يخاف من النساء ولا يخاف من الله، لأنه يخاف النساء فهو يسجنهن ويعذبهن، ولأنه لا يخاف الله فهو يسجنهن ويعذبهن. الإعلامية إيمان الحمود غردت قائلة: تفاصيل مرعبة ترويها علياء عن ظروف سجن شقيقتها لجين الهذلول وتعذيبها وتهديدها بالاغتصاب في رمضان على يد رجال سعود القحطاني، هل هذه هي السعودية التي تحمي النساء؟ الكاتبة ريم سليمان هي الأخرى تقول: انفجرت بالبكاء مرات ومرات وأنا أقرأ مقالة علياء عن الحبيبة لجين، ما هذا الحقد الأسود الذي يقودهم إلى هكذا قسوة مفرطة؟ تقول أن فخودها محروقة وأنهم كانوا يجبرونها على الأكل في نهار رمضان، ولما كانت تعترض كانوا يضحكون عليها وأحدهم يقول: ما فوقنا ولا الله. وأضافت ريم سليمان في تغريدة أخرى: الجلاد الذي عذب لجين وغدر بجمال وسقطت على يديه قيم المملكة وأصبحت الانتهاكات رمزا لوضاعته، الوقوف بوجهه ووقوف من أجل الوطن، من أجل ألا نرى لجين جديدة يتحرش بها في المعتقل، من أجل ألا يختفي جمال جديد في سفارة أخرى، الوقوف بوجهه وكشف إجرامه حفاظ على الوطن من النسحق والدمار. ونبقى في السعودية، حيث قال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إن المحكمة الجزائية المتخصصة أجلت جلسة المحاكمة التي كانت مقررة لها اليوم للناشط المعتقل إسراء الغمغامة مع 4 آخرين من النشطاء، منهم زوجها موسى الهاشم. وذكر النشطاء أن الجلسة تم تأجيلها إلى أجل غير معلوم بدعوى إعادة هيكلة المحكمة المختصة والسلم الإداري. وكانت إدارة حقوق الإنسان في نقابة المحامين الأمريكيين وزعت بيانا وجهت فيه انتقادات للقضاء السعودي، إذ تواجه إسراء الغمغام وآخرون طلبا من النيابة بإصدار حكم بإعدامهم. تفاصيل قضية ناشطة إسراء الغمغام في هذا المقطع من حساب الخليج الجديد على تويتر، فلنتابع.
تعليقا على محاكمة إسراء الغمغام غرد حساب معتقل الرأي قائلا: محكمة الإرهاب الجزائية المتخصصة تعقد صباح الأحد الجلسة الرابعة لمحاكمة الناشطة الحقوقية إسراء الغمغام، والتي قد يتم فيها إصدار الحكم عليها بالإعدام بسبب التهم الجائرة التي وجهتها لها النيابة العامة. الغمغام اعتقلت مع زوجها موسى الهاشم بتاريخ 6 من ديسمبر 2015. الناشط الحقوقي فادي القاضي والآخر غرد قائلا: الناشطة إسراء الغمغام تمثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية لتواجه طلب النيابة العامة إنزال عقوبة الإعدام بحقها. ناشطة من الطيف شاركت في مسيرات سلمية، لا تترك إسراء تقتل باسم قانون ظالم. فيما غرد حساب الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قائلا: غدا ستحاكم إسراء الغمغام وخمسة آخرين من النشطاء الحقوقيين في السعودية، واحدة من أكثر الدول قمعا لحقوق الإنسان في العالم، وهم يواجهون عقوبة بالإعدام. ونبقى في المملكة العربية السعودية، وصرخة استغاثة من بائعات سعوديات في إحدى أسواق المدينة المنورة، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية عدة مقاطع مصورة لبائعات سعوديات يمتلكن بسطاط في سوق المناخة بالمدينة المنورة، بعد أن تم إبلاغهن بإخلاء أماكنهن في السوق فورا قبل أن يتم توفير البديل، تمهيدا لبدء مشروع تبليط الساحات الغربية للمسجد النبوي. والبسطاط يقصد بها الأماكن المخصصة لعرض السلع التي يتم بيعها. اعترضت المتحدثات في الفيديو على الإخلاء العاجل للسوق، وأشرنا إلى أنهن من الأرامل والمطلقات والمحتاجات، وأن هذه المساحات تشكل مصدر رزقهن الوحيد. فلنتابع. فينا نسوي أي شيء، وحنا علينا ديون، علينا ملتزمات. تكفى يا خادم الحرمين، حنا بوجه الله ثم بوجهك، حنا أرامل ومطلقات، نطلب الله ثم نطلبك. تكفى يا أبو تعوضنا، ما احنا احسن أهل مناخ المدينة حنا يا محمد، حنا بسطات المدينة، أهل المناخ، رجال وحريم. جانا أمر خلال 24 ساعة يوم السبت الإزالة، ولا لنا لا حول ولا قوة بعد الله إلا أنت. تكفى يا أبو فهد، تكفى يا أبو فهد، حنا داخلين على الله ثم عليك. وتكفى يا محمد بن سلمان، تكفى يا ولي العهد، حنا ما لنا بعد الله غيركم. وفي مقطع آخر قالت البائعات السعوديات: لو أقفل هذا الباب فسيكون سببا في مشاكل أخرى، ومنها ما يتعلق بحياة ومستقبل الكثير من أبناء الوطن ومعيشة الكثير من الأرامل وعائلاتهن. فلنتابع. دحين هذا باب لو أقفل بتيجي فيه مشاكل ثانية، في تشرد، في ناس ممكن تطرد من مدارسها، في ناس بنات بيدرسون على حساب أهاليهم، درست 4 سنين باقي لها 4 سنتين ولا سنة وتتخرج وتصير تنفع الدولة. الآن يقفل الباب، هذا الباب اللي بينقفل، كيف الفائدة؟ العمر اللي راح في الدراسة ذا كله، كل هذا فين بيروح؟ يعني مشروع بيقام فاتح 100 مشروع للدولة تستثمر بأبناء وبنات. كثير من اللي هنا طلعوا عيالهم ضباط، طلعوا عيالهم خدموا الدولة، طلعوا عيالهم مدرسات، الحد أكثرهم زوجات هنا للحد الجنوبي. وعقب انتشار هذا الفيديو، غرد الحساب الرسمي لإمارة المدينة المنورة بأنه يجري العمل حاليا من قبل هيئة تطوير منطقة المدينة لإيجاد البديل المناسب للبساطين في سوق المناخة من الرجال والنساء بنفس الترتيبات السابقة. وإلى السعودية، وسخرية واسعة من تغريدة للإعلامي والناشط السياسي اللبناني جيري ماهر، حيث تعرض جيري ماهر محلل قناة 24 السعودية لموجة كبيرة من الهجوم والسخرية بسبب تغريدة تحدث فيها عما اسماه عقاب الله لمؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، وهو أغنى رجل في العالم بسبب هجومه على السعودية. فتعليقا على خبر طلاق بيزوس وزوجته الروائية ماكنزي بيزوس، غرد ماهر المعروف بدفاعه الشديد عن السلطات السعودية قائلا: جيف بيزوس حرض على السعودية وقيادتها وشعبها لأسابيع عبر صحيفة الواشنطن بوست والتي يملكها، فجاءته فضيحة خيانة زوجته من جهة، وخسر نصف ثروته في تسوية الطلاق بعد الفضيحة من جهة أخرى. وأضاف ماهر باختصار شديد: من يعادي السعودية يكفيه أن يفضحه الله ويكسره وينهي.
الكثير من المغردين اعتبر تغريدة جيري ماهر وصلة تطبيل جديدة بحق السلطات السعودية والتي اعتاد على تملقها بشكل واسع خلال الفترة الماضية، حيث غرد رجل الأعمال الكندي من أصل سعودي آلان باندر قائلا: إذا كان ما تقوله صحيحا، هل يمكنك أن تشرح لنا لماذا هزم الله السعودية في جميع الجبهات هزمت في الحرب ضد اليمن وفي الحصار ضد قطر وأخيرا وليس آخرا في سوريا؟ نحن ننتظر إجابتك المنطقية. عائشة قالت هي الأخرى: أستغرب من حماس جيري في الدفاع عن المملكة وشعبها. سيد جيري، أترك أمر المملكة لأبنائها، فنحن قادرين على الدفاع عنها ومصلحتنا حب الوطن ولا شيء غير ذلك. عبد الله محمد هو الآخر قال: الكلام في تويتر سهل والتدليس ومحاولة التضليل والتلاعب بالألفاظ لعبة مكشوفة، وإذا كان معذبك كذاب وبدليل أنه قال خاشغجي خرج من القنصلية فكيف لا تكذب أنت أيضا. صاحب هذا الحساب قال هو الآخر: بهذه الطريقة تستخف بالسعوديين، لذلك احترم نفسك. نسيبة هي الأخرى قالت: تبا يعني ربنا عاقبه، هو فرد ومعاقب إسرائيل ولا حزب الله ولا بشار ولا روحاني وغيرهم، ويقول لك ما بدنا إسلام سياسي، وهذا نازل يخبط السياسة بالدين بطريقة يضحك منها كل عاقل. حساب آخر سخر من التغريدة وقال فيها: أرسين لوبين الكنعاني، المطبلون في الأرض، جيري ماهر العنزي. وأخيرا محمد الذهبي: جيري اسمع على مسمى، أنت يلزمك تام الشخصية الكرتونية وتعمل لنا أفلام أطفال تليق بطريقة تحليلاتك القادمة من المريخ. مشاهدينا فاصل قصير فابقوا معنا. في حب الوطن بدأت حكايتنا، من عبق الأجداد وأصالة الماضي، من رؤية ثاقبة وتخطيط ملهم، يدا بيد تمضي مسيرة وطننا، نبني ونشيد ونصمد ونتطور، محققين أعلى معدلات النجاح، دلالة القابضة الثقة والابتكار. إلى مصر، حيث شارك الإعلامي الشاب شادي أبو زيد مراسل البرنامج الساخر أبلة فهيتة، شارك في جنازة وعزاء والده بعد أن وافقت نيابة أمن الدولة العليا على الطلب المقدم لتمكينه من حضور إجراءات دفن والده بعد أن وافته المنية مساء أمس. يذكر أن شادي أبو زيد محبوس منذ نحو 8 أشهر على ذمة التحقيقات في اتهامه بانتمائه لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. وكان محامي العائلة أو الأسرة قد قال إنه قدم منذ أسبوع طلبا بإخلاء سبيل شادي أو السماح له بزيارة والده بالمستشفى، ولكن تعطل الطلب ولم يتم الرد عليه. دعونا إذن نتابع مشاهد لوداع شادي أبو زيد لوالده الذي لم يتمكن من زيارته في مرضه، ليكون لقاؤه الأخير مع والده في نعشه قبل تشييعه إلى مثواه الأخير في مقابر الدراسة، فلنتابع. ادعي له يا شادي.
وتعليقا على ما حدث مع شادي أبو زيد، غرد المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي قائلا: شادي أبو زيد لم يصدر ضده أي حكم ولم يحال المحاكمة، مجرد محبوس احتياطي على ذمة تحقيقات في اتهامه في اتهامات واهية. شادي بقاله أكثر من 5 شهور لم يتم استدعاءه لأي جلسة تحقيق ولم تتم مواجهته بأي دليل. رفضوا طلب التصريح له بزيارة والده في المستشفى النهاردة، بس خرجوه يشوف أبوه في الكفن. عبد الرحمن هو الآخر، غرد قائلا: شادي أبو زيد مراسل برنامج أبلة فهيتة الساخر سابقا مسجون علشان بين قوسين مش هتلاقي سبب. منذ 8 أشهر أبوه كان بيودع الدنيا وكان نفسه يشوفه قبل ما يموت، وقدم أكثر من طلب لزيارة والده في المستشفى لكن تم رفض طلبه. النهاردة بس وافقوا أنه يخرج يودع أبوه بس بعد ما مات، وده قمة القهر. نريمان ناجي هي الأخرى، غردت قائلة: انخفض سقف الأمنيات والأحلام من عيش حرية عدالة اجتماعية كرامة إنسانية إلى المناشدة ليدفن الشباب أباءهم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الصحفي عبد المنعم محمود هو الآخر، غرد قائلا: شادي أبو زيد بملابس الحبس الاحتياطي ودع والده ميتا، الله ينتقم من السيسي وأعوانه وكل وكيل نيابة أو قاضي جدد حبس شادي ساعة واحدة وحسبنا الله ونعم الوكيل. مي عبد العزيز هي الأخرى، غردت قائلة: شادي أبو زيد في وداع والده تحت حراسة أمنية، تهمته إيه شادي علشان يتدمر مستقبله ويتحرم من حياته؟ أساء للشرطة؟ طيب واللي أساءوا للشعب كله بالصور والفيديوهات وجرائم القتل والسرقة وسرقة الأعضاء والدماء الملوثة ونهب البنوك والأراضي؟ لبس الشباب اللي بيدفع الثمن؟ حسبي الله ونعم الوكيل. جمال سلطان هو الآخر، غرد قائلا: رفضوا توسلات أسرته أن يرى والده في العناية المركزة قبل وفاته ثم يعيدوه للسجن رغم أنه بدون أي تهمة حقيقية. أبوه مات وتلقوا لعنات الملايين وغضبهم فأخرجوه من محبسه لدفن والده ثم يعود لمحبسه. شادي أبو زيد ينهار على جثمان والده. الصحفية اللبنانية ليال حداد هي الأخرى، غردت قائلة: ما بعرف شو بيعوض العمر الضايع جوا السجون، وما بعرف شو بيعوض الوقت اللي كان لازم المعتقلين يقضوه مع عائلاتهم وولادهم وأهلهم، وما بعرف لما هالكابوس يخلص كيف رح يقدروا كل هالمعتقلين يتجاوزوا كل شيء مروا فيه. الصحفي محمد نصر: من يودع من؟ شعرت من الصورة وكأن والد شادي أبو زيد يودع ابنه المحبوس في مقابر السجون المصرية، لهما فرجا عاجلا لأكثر من 60,000 معتقل في مصر. ماريا دانيال هي الأخرى، قالت: شادي بعد 8 شهور حبس خرج يودع والده اللي مات من قهرته عليه. الجدير بالذكر أنه شادي محبوس عشان لا شيء، ما فيش قضية أو كالعادة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، اللي الواحد يقدر يقوله أنه حسابكم تقل قوي مع شباب البلد دي. ونبقى في مصر، وبلاغ يتهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي بالتحريض ضد الدولة، حيث تقدم طارق محمود المحامي بالنقد والدستورية العليا ببلاغ للنائب العام اتهم فيه حمدين صباحي بنشر أخبار كاذبة والتحريض على الدولة المصرية والإساءة إليها، وذلك من خلال ظهوره على وسائل إعلامية وبث تصريحات وصفها مقدم البلاغ بأنها تكدر الأمن والسلم الاجتماعيين وتهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد. وكان صباحي قد قال في حوار مع صحيفة المشهد المحلية إن تعديل الدستور بغرض تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي معناه إلغاء الثمرة الوحيدة الباقية من ثورة يناير وتنصيب مستبد لـ30 عاما أخرى، كما وحدث مع الرئيس المخلوع حسني مبارك متهما السلطة الحاكمة بمصادرة حق التداول السلمي واتباع سياسة الأرض المحروقة ضد المعارضين. دعونا نتابع ما قاله في هذا الفيديو. مدة الرئاسة اللي كانت محكومة بمدتين فقط، كل واحدة منهم 4 سنين، لكي تضمن الحد الأدنى من الرشد وهو تداول السلطة سلميا كل 4 سنوات، حتى هذا النص سيتم الإطاحة به. المكسب الوحيد لـ 25 يناير الآن هما في حالة تهيؤ للإغارة عليه لكي يقضوا عما بقى من الآثار الإيجابية لهذه الثقل. حول تعديل الدستور، عدوان على حق المصريين في أنهم يختاروا حاكمهم عبر تداول سلمي للسلطة. عدوان على الثمرة الوحيدة الباقية، وإن كانت من 25 يناير.
عدوان على حق الشعب المصري في انه يعيش دولة القانون. لان تعديل الدستور لفتح مدد الرئاسة معناه ان احنا بننصب مستبد دائم. هو دلوقتي مستبد مش ديمقراطي، لكن محكوم بان استبداده 8 سنوات. يريدون الاستبداد 8 سنوات أن يكون استبداد 30 سنة كما كان في زمن مبارك. تعليقا على هذا الخبر أو على البلاغ ضد حمدين صباحي، غرد الكاتب الصحفي وائل قنديل قائلا أن البلاغ يطالب بضبط وإحضار حمدين صباحي ومنعه من مغادرة البلاد لتحريضه على الدولة والإساءة إليها ونشر أخبار كاذبة. ثالث بلاغ يقدم شخص غير سمير صبري، هل اعتزل أم أجرى عملية رباط صليبي أم اتجه للتدريب؟ أما إسلام كتتني فغرد ساخرا بلاغ ضد حمدين صباحي، ليه مؤمن لأنه يرفض تعديل مدة الرئاسة؟ ابتسم أنت في واحة الديمقراطية، وكتبها بحرف الكاف. وأخيرا مها محمد، ممنوع الكلام في مصر. إلى السودان، واكتمال الشهر الأول من التظاهرات الاحتجاجية في شوارع البلاد، حيث تجددت اليوم مظاهرات مستمرة في المدن السودانية منذ شهر كامل احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وردد المتظاهرون الشعارات ذاتها المطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير وإسقاط النظام وتحقيق الانتقال ديمقراطيا، كما وطالبوا بالتحقيق فيما وصفوه بالعنف المفرط من جانب قوات الأمن والذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى بين المتظاهرين. هنا إذن نتابع جانبا من مظاهرات اليوم في عدة مدن سودانية. 16 يناير 2019، إنصاف النظام، الشعب يريد إنصاف النظام، الشعب يريد إخلاص طلال الشعب والثورة هي الشعب، هاي ثورة خرطوم بحري 13 يناير 2019. هذه الحلقة من هاشتاج، لكم تحياتي أنا حياة اليماني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.